مرحبا، كيفكم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. انا الشيف وانت والشيف ماسا. اليوم وصفتنا بعنوان بسكويت مع الشوكولا، وهلا رح نحكي المقادير. 400 جرام بسكويت، 150 جرام زبدة، نصف كوب كاكاو، واحد كوب سكر، نصف كوب حليب. وهاي هي المطرقة، يا حذركم شنا نعمل فيها. بدنا نكسر البسكوت. أول شي اللي احنا عملوه رح نكسر بسكويت. فضل يا رنج. تفضل يا أمورة. بعد ما خلصنا تكسير البسكوت راح نحط الزبدة في معلوم كبير. بعدين راح نضيف الكاكاو. والآن سنحرك الكاكاو مع الزبدة. حطينا السكر والحليب على النار لحتى غلو، وهلأ رح نضيف الحليب على الكاكاو والزبدة بمساعدة مامي. وهلأ رح نبدأ التحريك. وهلأ رح نضيف البسكويت على الخليط، وأنا رح أحرك. نستخدم ايدينا. حطينا العجينة بورق الزبدة، وهاي هي النتيجة النهائية. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لوصلكم كل جديد، وتحطوا لايك وتعليق، ونحن نحبكم. يا ولح نبدأ ناكل. ناكل. يامي يامي، كثير طيبة. طيبة. يامي يامي. باي باي. باي. نشوفكم قريباً.